اسخن الخليط اللبن مع الزبده على النار. خلاص، فانا هاخد كده الزبده وخليط اللبن. بسم الله، هحط كده اللبن، وبعدين اضيف عليه معلقتين الزبده دول النباتي، هسيبهم يدوبوا هنا. كان عندي هنا رشه من الفانيليا، خليني احطها. طيب، وبعدين عندي بقى السكر، عندي سكر عايزه احط معلقتين اضافه طعم. اوكي، انا بصراحه هحط كده معلقتين اضافه طعم، هحطهم بني عشان يبقى ليها طعم بس. طيب، وبعدين وهضيف كمان الشوكولاته اللي هي الكوبايه الشوكولاته الدارك. ممكن لو انا الشوكولاته مثلا فاتحه. معانا مدام روحيه، السلام عليكم. ازيك يا شيف عظيمه؟ اهلا بحضرتك يا فندم، ازاي الصحه؟ وحشاني انا فعلا بقالي كتير ما بكلمكيش يا حبيبي، لكن انت بتفرج على البرنامج بتاعك على طول. صدقيني ربنا يخليكي ليا يا رب، ما تحرمش من حضرتك ابدا. تعيش يا حبيبتي، وتسلم ايدك على اللي بتعملي كله. تسلمي يا رب. كل سنه وانت طيبه ومصر طيبه. امين يا رب. امين امين يا فندم، تسلمي يا رب. ربنا يخليك. مالكيش اي طلب يا مدام روحيه؟ قولي لي حضرتك. شوكولاته اللي قابله للدهن. حاضر، من عينيا نعملها لحضرتك. حاضر، ننزل لك حالا طريقتها. حالا احنا عملناها. حاضر، عينيا ليكي مدام روحيه، وشرفتيني يا فندم. شوفوا يا اولاد، احنا منزلين طريقتين للشوكولاته القابله للدهن. طيب بصوا، احنا ده بيغلي معانا الخليط لحد ما تدوب فيه الشوكولاته. طب احنا لسه كنا بنقول لو الشوكولاته فاتحه هدعم بمعلقه كاكاو عندي خام غامقه. ماشي الكلام؟ يعني ايه مفيش مشكله. خلاص، هعمل بقى كده. بصوا بقى، علشان الخليط ده ياخد وقت عقبال ما يبرد، واوري حضراتكم هي هتوصل لايه. هرفع بقى ده، خلاص هيبدا يتماسك شويه، هيبقى كده، هيبقى ايه كده زي البودنج، شايفينه اهو. هبدا بقى احط على الخليط ده الطحينه. ماشي، بسم الله. لو حطيته بودنج جاهز هيبقى كده، لازم بقى مع التقليب السريع جدا. خليني انزل ده كويس، تقليب سريع جدا على النار. انا كويس ان انا كنت رافعاها عشان ايه ما تكلكعش مننا. لسه تاني طحينه تاني كده. انا حطيت قد ايه؟ احنا حاطين مقدار حوالي كوبايتين على حسب الخليط اهو. كده خليني بقى اشيل الواس كده واخد القوي ده عشان اعرف اقلب بيه اهو. اهي تمام. هتطلع طعمها روعه. عايزين بقى تضيفوا فيها شويه مكسرات، ضيفوا شويه سوداني مجروش ناعم براحتكم، عايزين تسيبوها ساده كده. اوكي خلاص،